احنا الرساله اللي بغينا نوصلو هي المواطن، وهذا المواطن فيه الاباء ديالنا وفيه الامهات ديالنا وفيه خوتنا وفيه الاخوات ديالنا، بان غيكون هذا الضرر هذا اول ما غادي يتضروه هما وغادي نتضروا حنا كعائلات ديالنا. ولكن السؤال المطروح هو هاد الناس اللي نواب ديال هاد البلد هذا مستشارين جماعيا ومستشارين برنامجيا ومستشارين في الغرفه الثانيه، هما اول ما خص يهتموا بهذا الملف هذا وينظروا لي واحد النظره اللي هي قويه، لان هذا النقابه الموجوده اللي كاينه كلها موجوده في البرنامج. الاتحاد المغربي للشغل موجوده، الاتحاد العام موجوده، سميتو الاتحاد الوطني موجوده في البرنامج، ديال التجؤ لمن حيت رفضات ديال التجؤ لفتره التحملات. تقاس اول ما دخلت واحد دفتر تحملات فيه واحد الاتفاقيه، ديك الاتفاقيه ما التزمتش بها، بعد ما التزمتش بها شنو تيبقى الدور ديال من؟ الدور ديال الجماعه اللي هو عطات تفويض مفوض وهو المشرف عليها، بان شنو تيقوم؟ خصو يقوم اول واحد مساله يقوم بالبيليانيتي لهاد الناس اللي ما هزوش هاد الاجبال، لان هاد الناس باش حتى تنتخلصوا بواحد الضرائب ديال المواطن. وهاد المواطن لمن خصو يتجه لهاد الناس المنتخبه بان يشكي ليها بان حنا اللي اهلناكم وحطيناكم وحنا اللي نصبحوا في هاد الضرر هذا. هذا اشكال كبير، ولكن حنا هذا كرساله لا تنعتذروا فيها وتنقدموا لهم حنا موقفنا الساكنه المكنسيه والاخ الاسماعيليه. وحنا كهاد الشركه القطاع الاسماعيليه شحال من خطره تسدي واحد يعني واحد الفائزه تسديها ولا عامل ما تيستافدش منها نهائيا، وعلى من تتجي على ظهر العامل. فلهذا حنا من العيب والعار باش نبقاو حنا هكايا تنتقاتلوا مع واحد الانسان اللي هو مستمر على صعيد العالم وتيتسمى بانه قوي، وحنا يخليونا هاد المنتخبين وهاد البرلمانيين وهاد اللي في المستشارين تنطحنوا مع هذا كانه واحد التيران في الساحه اللي يغلب هو. يعني خص اي منتخب هنا بالاخص هادو اللي كاينين في المجلس البلدي هو شنو وعد هاد الناس في دار التحملات خصكم تعطيوهم، فهادو كلهم راجعين للنور، راجعين للنور والحملات الانتخابيه يجيو. ما خصناش هاد الاشكال هذا يكون، فهمتي؟ اي حاجه تتجهوا وفي اعلان تيوفي بالوعود ديالو، ولكن الاشكال هو المجلس السابق وانا الانتماء ديالي منه وتنقول كلمه الحق فيه حتى نطلبوا مستحقات. مازال ما فتحت الملف ديال المطالب، انت ما عطيتينيش واحد المساله اللي هي ديالي وعاد غادي نفتح معاك ملف ديال المطالب وفاش نجي نطيح معاك الحوار ونحترم الساكنه ونتنازل على شيء ونتسنى باش يلحقني شيء، ما تلحقني حتى شي حاجه. ومن العيب والعار باش غادي نهضروا على الملابس، لا ملابس خصها تعطى صفيه فوقاش، خصها تعطى في سهر خمسه، ما تعطيها لك حتى سهر سبعه. الملابس الشتويه ما تتعطى حتى لين، خصها في اول سهر عشره او الاواخر ديال تسعود، ما تتعطاش. حنا كما تكلم الاخ المحترم المراه التنسيقيه، فلهذا حنا راه من العيب. انا تنشوف بان اللي غادي يتضر هو المواطن، فلهذا تنقدم الاعتذار لجميع الساكنه المكنسيه ويكونوا هما يدقوا على هاد المستشارين، وهما يلف في الحي ديالو شي مستشار جماعي او برنامجي يقول له اعرس اهلناك، هذا هو الدور. وتنقدم تحيه الشكر. السلام عليكم. انا اغتنم هذه الفرصه السعيده وتنشكركم على الحضور ديالكم. انا بغيت واحد التفاته، واحد الملاحظه صغيره، بان المغرب والحمد لله وهذاك الشيء المغرب خد الجائزه الاولى في البيئه هذه السنه وتنافس 180 دوله تنافست، وكان المغرب دائما هو اللي فاز بسميه. ف يعني تنتسال ما بالك اننا يعني الحمد لله وداك الشيء وخضينا هاد العالميه وخضينا هاد، ما خصناش يعني نحطموا بسميتو بالمجهودات ديالنا والقدرات ديالنا، بل بالعكس خصنا نتابعوا لان هاد وحنا كمساهمين في البيئه وداك الشيء خص يعني المسؤولين كلهم يعني من الصغير حتى للكبير وداك الشيء ديال لا ديال الحكومه ولا المختصين في البيئه ينتبهوا لهذا الجانب هذا، ويحاول انهم يشجعونا، بل بالعكس ماشي انهم يكونوا بجنبنا ويزيدوا بنا القدام، يزيدوا بعامل النظافه.
ويعطيو القيمة الحقيقية، ويعطيو القيمة الحقيقية ديالو ويزيدو بينا القدام إن شاء الله. وكنتمنى يكون غير الخير إن شاء الله، ويلتفتوا ويزيدوا يلتفتوا باش إن شاء الله أنه سميتو نبقاو عند حسن الظن وحسن المستوى ديال الجائزة اللي خدها المغرب. مطالب ما غادي يمكن لي ما نقدرش يعني نقول شي مطالب واحدة أخرى من غير هادشي اللي تطرقوا له الزملاء ديالي تبارك الله عليهم، راه يعني قالوا كل شيء. انا يعني حاولت انني نذكر بهذه النقطه اللي هي اساسيه. الاضراب حق المشروع، سواء اليوم سواء غدا، والاضراب ولا بد، سواء اليوم سواء غدا. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.